بعض الصيانة مختار مستخدمين ومن المستخدمين جديد ومن جديد نقدر نضيف مستخدم جديد ونديله صلاحيات زي ما احنا عايزين، اما صلاحيات مدير نظام واما صلاحيات مدير واما صلاحيات موظف او صلاحيات زائرة عادية. طيب اتكلمنا بعد كده وقلنا ان احنا ممكن نضيف منتجات، واضافة المنتجات بتتم من خلال عمليتين رئيسيتين. العملية الاولى ان انا بضيفها في فئة او اضيف فئات خاصة بالمنتجات بتاعتي، يعني مثلا لو انا بتعامل مع محل كمبيوتر او شركة كمبيوتر ببدأ اضيف العناوين الرئيسية للمنتجات بتاعتي، يعني مثلا المذر بورد، اللابتوب، الماوس، الكيبورد، السماعات، وبعدين بضيف المنتج وحدد سعره في تحت الفئة اللي انا عايزها علشان اقدر ابيع المنتج بتاعي. النهاردة ان شاء الله هنبدأ نتعامل مع جزء جديد من البرنامج، وهو التعامل مع إضافة العملاء أو إضافة الأشخاص اللي هيشتروا مني من خلال البرنامج، وإزاي هتتم عملية البيع. تعالوا مع بعض كده نبدأ مع بعض في البرنامج ونعرف إيه هي خطوات إضافة عملاء داخل برنامج أوبن تراب. يا شباب مين اللي هيقرأ معايا؟ أقرأ هسه؟ تفضل. أول إضافة قائمة في العملاء. إضافة قائمة في العملاء انقر على عملاء ثم تبويب للإدارة يمين الشاشة باستخدام حساب يحمل صلاحيات مدير نظام أو مدير، ثم انقر على زر عملاء لتظهر شاشة إضافية العملاء كما في الشكل 1-2-5، ثم انقر على أمر جديد وأقوم بتعبئة البيانات المطلوبة، بعد ذلك انقر على حفظ أدخل بيانات 5 عملاء. جميل جدا. تعال كده نشوف الكلام ده مع بعض. ده البرنامج بتاعنا شغال زي ما انتم عارفين، وكل مره بدخل عليه علشان ادخل وظيفه عملاء محتاج ان ادخل على شخص يحمل صلاحيات. حد يفكرني يحمل صلاحيات ايه؟ مدير استاذ، مدير نظام، مدير او مدير نظام. طبعا احنا هنا ضايفين شخص باسم سامح بيحمل صلاحيات مدير نظام. كان كلمه السر بتاعته 3 سبعات مش كده؟ كم السر كانت يا شباب؟ 7-7-8-8 3 7 3 8. صح كده يا شباب، 3 7 3 8. ده راح طيب. عندي هنا تبويب اسمه الادمنستريشن او تبويب الاداره. المره دي انا هدخل يا شباب، انا المره اللي فاتت دخلت على الصيانه علشان اضيف، حد يفكرني دخلت على الصيانه عشان اضيف ايه؟ السيارة كنت مخيلها بضيف ايه يا شباب؟ منتجات او السيارة كنت بضيف فيها منتجات؟ بضيف ولا فيها اشخاص؟ بضيف فيها اشخاص، بضيف فيها العملاء بتوعي الموظفين بتوعي. طيب الستوك كنت بضيف فيها ايه؟ منتجات. المنتجات. طيب النهارده انا هبدأ اضيف عملاء، عملاء بالانجليزي يعني كاستمرز. كاستمرز تمام؟ يبقى من تبويب ادارة ابدا اختار كاستمرز تمام؟ ومن كاستمرز برضه هختار كاستمرز وابدا اضيف اشخاص معايا جديده من نيو، اضغط على نيو وابدا اقول له هنا مثلا فيرست نيم. حد يديني اسم يا شباب؟ ها نكتب مثلا مدر، ماشي الاسم الاخير راجع خلاص، وابدا اقول له حفظ. طبعا لازم اسجل بيت البيانات، اضع مثلا ايميل اي ال مثلا في البيانات ات مثلا gmail.com، واضيف الفون 0598153 رقم جوال، ويفضل ان احنا طبعا نخليه بالانجليزي ليشن. تمام، اضغط على حفظ. كده المفروض ان انا حفظت شخص جديد معايا. طيب يا شباب عمليات البيع ازاي هبدا اضيف عمليات البيع داخل البرنامج، وهبدا اعمل عمليات بيع داخل البرنامج. عمرو اتفضل معايا لاجراء عمليات البيع. ثانياً إجراء عمليات البيع.
إجراء عمليات البيع أنقر على مبيعات من تبويب الرئيسة يمين الشاشة باستخدام حساب يحمل صلاحيات مدير نظام أو مدير أو موظف. لتظهر شاشة المبيعات كما في الشكل 522، ثم أنقر على الفئة المطلوبة لتظهر منتجات هذه الفئة، ثم أنقر على المنتجات التي يريد تضمينها في الفاتورة، وأكرر ذلك مع المنتجات المطلوبة من جميع الفئات. ويمكن التعامل مع هذه الشاشة بمجموعة من الخيارات كما يلي. ثواني يا عم، ثواني، تعال بس نفس الجزء اللي فات ده. لو أنا هنا حبيت إن أنا أعمل عملية مبيعات، أبدأ أدخل من صلاحيات مثلاً، بلاش سامح ندخل مثلاً من صلاحيات عم. عمر كانت بشورتك كم يا عم؟ 3 وحدات؟ بشورتك كان كم يا عم؟ طيب هنا شباب اهو على طول تظهر قدامي نتيجة المبيعات. لو أنا افترضت كده مثلاً رمات، المفروض إن أنا محدد سعرها. ماوس ظهر قدام ماوس قلت كده اهو، ده كنت ضايفه فاكرين في الحصة اللي فاتت. هبدأ أختار ماوس، بدأ يظهر معايا اهو ان الماوس اسمه ماوس اوبتيكال، البرايس سعره 12، اليونت عدد ضريبه زيرو بالنسبه لكونو تاكس او ضريبه، الفاليو او القيمه الاجماليه 12. طيب لو انا اخترت مثلا واحد كمان او كده خلاص، بدا هنا اهو يضيف لي اكتر من ماوس معايا، 1 2 3 4، وبدا في هنا في النهايه خالص يبدا ايه يجمع لي النتيجه النهائيه او الفاتوره النهائيه بتاعتي 12 و12 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 يبقى كام؟ 48. خلاص كده يبقى انا قدرت ان انا ايه اضيف فاتوره داخل البرنامج بتاعي. تعال نكمل مع بعض كده مع الكتاب ونشوف كيفيه انهاء الفاتوره عشان نعرف الخطوات بالظبط. ويمكن يا عم يمكن اضافه ألف، يمكن إضافة الفاتورة لأحد العملاء وذلك بالنقر على أمر تحديد العميل. لتظهر شاشة البحث عن العملاء، اكتب اسم العميل ثم النقر على زر تنفيذ فلتر ليظهر اسم العميل. بعد ذلك انشر نقرا مزدوجا على الاسم يتم إدراجه ضمن الفاتورة. جميل، يبقى أنا كده شباب ممكن أضيف عميل داخل الفاتورة بتاعتي. ولكن طبعا معظم البرامج أو معظم محلات المبيعات ما بتضيفش العميل، ما بتضيفش اسم العميل، لان العميل دايما متغير. سامح النهارده موجود، بكره مش موجود، عمر النهارده موجود، بكره مش موجود. هو مش بيضيف العميل، مش بيضيف اسم العميل، هو بيتعامل مع اي عميل. تمام؟ طيب رقم باقي يا عمر. باء، يمكن الاحتفاظ بالفاتوره الحاليه والبدء بفاتوره جديده، ذلك بالنقر على امر لو ضمن جديد. امر جديد، امر نيو او جديد ضمن شاشة المبيعات، ويمكن انتقال لفاتورة أخرى بالضغط على أمر واختيار الفاتورة المطلوبة. جميل. تاء، يمكن تعديل سعر المنتج في الفاتورة فقط دون التأثير على السعر الأساسي باستخدام الأمر تعديل. يعني إذا الأمر هنا أنا ممكن أعدل على سعر الفاتورة ممكن أعدل على سعر الفاتورة هنا في الفاتورة بس. يعني مثلا ممكن عمر عميل عندي مميز شوية، فانا ببيع للناس كلها الماوس ب 12 ريال، ولكن عمر انا عايز اكرمه شويه، فممكن اقوم جاي على التعديل دهيت، على التعديل ديت خلاص، وابدا هنا اعدل سعر الماوس بدل ما هو 12 اخليه مثلا 10، بدل ما هو 12 اخليه 10 اهو، واقول له اوكي. هو هنا حسب لي الماوس ده اهو ب 10 لعمر. ده كده انا عدلت في سعر الماوس في الفاتوره مش في سعر المنتج. يعني هو سعر عندي اللي كنت مضيفه ب 12 هيفضل ثابت عنده في 12، ولكن هنا انا ممكن اعمل خصم خاص لعمر مثلا، او خصم خاص للعميل اللي انا بتعامل معاه دلوقتي من خلال تعديل على السعر الخاص للشخص ده. ان انا ممكن اجي مثلا على الماوس ده اهو الثاني ده واعمل عليه عمليه تعديل، هو هنا ب 12 ابدا اقول له هنا خليه له مثلا ب 5 واقول له اوكي، حسبه لي هنا ب 5 وهنا ب 10 وهنا ب 12 وهنا ب 12 دون ان يؤثر على في الاصلي السعر الاصلي اللي انا ضايفه عندي. هنا الفاتوره طبعا بجمعها لي بقت 39. تمام يا عمرو؟ يلا يا شباب نكمل مع بعض. نعم. يمكن ادخال كميه المنتج عن طريق اضافه المنتج الى الفاتوره ثم ضغط على علامه نجمه ثم ادخال الكميه المطلوبه ثم النقر على علامه. يبقى اذا هنا انا ممكن برضو اضيف كميه اكتر من كميه، اكتر من واحد. هاجي هنا عند الماوس واضيف نجمه
ماشي واقول له زائد. ها لو لاحظت هنا اليونت بقى كام هنا؟ حد شايف؟ اثنين. لو عملت زائد زائد ها اليونت هنا بقى كام؟ ثلاثة. ثلاثة. تسعة. 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 خمسة في تسعة. خمسة واربعين. خمسة واربعين. شوف كده شوف كده الفاليو بقى كام؟ خمسة واربعين. طيب السب توتال أو التوتال النهائي بقى كام؟ تسعة وسبعين. اتغير. يبقى إذا هنا درس النهاردة اتعلمت إزاي أضيف منتج جديد للفاتورة بتاعتي، إزاي أعدل في سعر المنتج في الفاتورة فقط دون أن يمس التغيير في سعر المنتج الأصلي اللي في البرنامج، اتعلمت ان انا ممكن اضيف اكتر من يونت او اكتر من وحدة او اكتر من صنف داخل الفاتورة، بدل ما اضغط على كل مرة اضغط على الماوس عشان يضيف لي عنصر جديد، ده انا ممكن بعدل باضافة اكتر من يونت او اكتر من عنصر داخل الفاتورة. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام طيب نكمل يلا. اثنين عند الانتهاء. اثنين عند الانتهاء من ادخال المنتجات في الفاتورة انقل علامة يساوي لتظهر شاشة الدفع كما في الشكل 5-2-3، ويمكن تحديد طريقة الدفع نقد شيك ملاحظة بطاقة مجاني دي. جميل جدا جدا جدا. اذا كده برضو من خلال البرنامج انا الفاتورة لسه مفتوحة لسه عمال اضغط فيها والعب فيها وازود فيها ونقص منها واحذف منها. طب لو انا عايز احذف عنصر اهو بضغط على العنصر بتاعي واعمل له حذف. خلاص طيب من هنا شباب اهو بضغط على العنصر بتاعي عشان اضغط على العنصر اللي هو 9 يونت ده وهعمل له حذف. حذفته خلاص. بس انا الفاتوره عندي كام؟ 34. طيب انا عايز انهي الفاتوره بتاعتي بنهيها ازاي؟ بقول له يساوي. يساوي كده فتح لي الدرج. يساوي كده فتح لي الدرج الخاص بالكاشير بتاعي. طيب انت عايز تبيع الفاتوره ديت كاش، اهي عندك كاش اول عنصر كاش ولا شيك ولا بشيك ولا فوشير ولا كارد ولا ممكن ببطاقه ائتمانيه ولا انت عايز تبيعه باي شكل ولا عايز تبيعه فري اصلا هتعمله هديه زي ما انت عايز. يفضل طبعا الكاش او الكارد. طيب بعد كده مثلا فلوسك مثلا اداك 100 ريال خلاص، فانت مثلا اهو بتضيف هنا من خلال العملات اللي قدامك او من خلال الارقام اللي قدامك بتضيف 100. بيبدا يقول لك في التشينج جيفن عندك جيفن اهيت 100 ان الشخص اعطاك 100 والفاتوره فوق توتال 34. يبدا هو يحسب لك عشان انت ما تحسبش وتغلط. انت ممكن مثلا ما تعرفش تطرح 100 من 34 مثلا، يعني تطرح 100 من 34 او هطلعها غلط او مع الزحمه اللي قدامك ككاشير او كمسؤول عن المبيعات ممكن تغلط في الحساب في وقت الزحمه. فهو هنا بيبدا هو يحسب لك العمليه الحسابيه ويديك المتبقي للشخص، يقول لك مثلا الشخص ده متبقي له 66 ريال. طبعا ممكن تعمل اوكي يبقى كده انهيت الفاتوره، وممكن تعمل طباعه للفاتوره وتشوف الفاتوره بتاعتك. تمام كده يا رجاله؟ تمام يا استاذ.